مش يعني مش عايز اقول مبروك، لان احنا كنا الاحق بالثلاث نقاط. كابتن اسامه يمكن الشوط الثاني افضل شوط قدمه النادي الاهلي الفتره الاخيره، مظبوط، وكان هو الاقدر بالفوز. الشوط الثاني مغاير تماما للشوط الاولاني. الشوط الاولاني السيطره ما كانتش ليك في جزء بسيط من الشوط الاولاني، الفرص ما كانتش ليك، انت ليك فرصه واحده، هم ايضا ليهم فرصه او فرصتين الشوط الاولاني، ولكن كان في نواحي بدنيه وكميه جري غير عاديه منهم، وان اهلي امتصها الشوط الاولاني. الشوط الثاني مغاير تماما، اكنها مباراه اخرى للنادي الاهلي. التفوق البدني واضح جدا 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 للاعيبه النادي الاهلي، التفوق النواحي البدنيه فرقت كتير جدا في السيطره والاستحواذ والفرص الضائعه، لان هم تحس انه هبوط كامل، وده الفرق بين فرقه كبيره زي النادي الاهلي عندها لعيبه كبار وعندها خبرات كتيره ومتمرسه قادره تواصل الشوط الثاني بنفس القوه. هم وقعوا تماما عن الشوط الاولاني من النواحي البدنيه، فالاهلي سيطر واستحوذ تماما على الشوط الثاني كله، له اكتر من اربع او خمس فرص محققين لو ما فيش رعونه في التصرف من واحده لكريم فؤاد مستعجل، واحده من لطاير مستعجل، واحده الكهرباء متاخر، واللي بيرسي تاو متاخر، يعني اكتر من خمس فرص كان ممكن جدا تحقق بيهم الهدف الثاني وتنهي على المباراه تماما. هم جابوا جون في غفله من الزمن، يعني ما كانوش عاملين حاجه الشوط الثاني خالص تدل ان هم ممكن يرجعوا للمباراه. صحيح. انت اللي اضعت الشوط الثاني رغم ان انت عملته حلو جدا، هو بس يعني احنا كنا قايلين قبل المباراه ما كسبناهاش ما نخسرهاش، انت كنتيجه يعني وتصدر المجموعه طبعا دي ان شاء الله هتديك تفوق، والاهلي ان شاء الله يطلع اول مجموعه، بس هو اللي زعلنا شويه ان الشوط الثاني بتاعك تماما. صحيح. سواء من السيطره، سواء من الفرص، سواء الشوط الثاني وان سايد جيم تقريبا ما كانش فيه حضور ليانج افريكانز. مظبوط. فشوط مختلف تماما. صحيح. الشوط الثاني وشوط جيد للنادي الاهلي. الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه انه يستغل الفرص اللي جات له، او على الاقل اثنين منهم يعني. صحيح.